أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب، فبشر عبادي فإني قريب، فبشر عبادي فإني قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد، والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال، سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي المكي العربي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلى سيدتنا زينب وأمهم الزهراء، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا غفار. وبعد، مشاهدي الكرام في كل ربوع الدنيا حيثما كنتم وأينما كنتم من أرض الله الواسعة، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا، كلوا آمين. إحنا النهاردة على موعد مع ذلك المسكين الذي أصبح طريح الفراش نائما، وحين نسأل أو نتساءل يقال فلان خرجت روحه، لكن ده مش صحيح. كل اللي حصل الروح ما زالت فيه، ولكن لم تعد تتلقى أوامر ولم تعد تنفذ أوامر. وربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة يتحدى أهل الطب بطبهم، ويتحدى أهل التكنولوجيا بتكنولوجيتهم، ويتحدى أهل العلم بعلمهم، من يعيد الروح إلى سابق عملها؟ اسمع لربنا كده في آخر سورة الواقعة وهو بيقول سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع إنسان في الدنيا كلها، هل يستطيع عالم أو حاكم أو أمير أو صاحب مال يقول للروح ارجع اشتغلي زي ما كانت؟ حاشا وكلا، فالروح من أمر الله ولا تتلقى أمرا إلا من الله سبحانه وتعالى. ملك الموت مش لوحده زي ما الناس بتظن، ملك الموت لأعوان لمساعدين، والأرض اللي قدامك دي كلها، الكوكب اللي بنعيش عليه كله ده بكل قاراته بكل دوله، بالنسبة لملك الموت شيء هين يأخذ منها حيث يشاء في الوقت الذي أوحى الله إليه فيه. وعلشان كده في علامات بنستطيع إن احنا نعرف بيها إن ملك الموت حضر، زي شخوص البصر وزي انحراف الأنف لليمين أو للشمال وزي ارتخاء الأعضاء بشكل عام وزي التفاف الساق اليمنى على اليسرى وزي سكون القلب يعني توقف ضرباته. اللحظات دي بالنسبة لنا احنا لحظات انتهاء حياة، لكن الميت بيرى كل شيء ويسمع كل شيء ويشاهد كل شيء. ركزوا في الكلام ده كويس قوي، والحمد لله ربنا يهدي سيدي احمد وست منى عليا، ما يحدش يتكلم ويقول لي التليفون خالص، الحمد لله ربنا يهديهم كمان لاخر الحلقه ويسكتوا خالص.
فركزوا في الكلام ده كويس قوي. ملك الموت في اللحظات دي عند صاحبنا هو والمساعدين بتوعه اللي جم قبل ملك الموت. طيب الميت ده اللي احنا بنقول عليه ميت يسمع كل شيء. وأصعب لحظة في انتهاء الحياة هي اللحظة اللي بكلمك عليها دي، اللي هي لحظة خروج الروح، لحظة ان ملك الموت يتناول الروح. ولو انت رجعت لأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي النبي بيقول لك ان روح المؤمن تسير كما تسير القطرة في السقاء. عارف يعني ايه؟ يعني شوف نقطة الماء دي نازلة ازاي؟ شايف؟ ها؟ بالراحة، نزلت بسرعة قوي، هي نفس الحال كده. طيب والروح التانية زي ما تجيب نقطة المية دي عزكم الله وتحطها على قطعة صوف فيها شوك، ركز بقى، تجيب الصوف وتبله في المية وفي شوك، والمطلوب منك ان انت تنزع الشوك من الصوف، فالعروق هي الشوك تتقطع والأعصاب كذلك. طب أخبار الملائكة اللي قاعدين عند الراجل ده إيه نفسه؟ الملائكة دي أعوان ملك الموت على قسمين. قسم ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في القرآن، بالمناسبة ربنا اتكلم عن القسمين، لكن القسم الأولاني اللي هكلمك عنه اسمع كده: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ده قسم، وهم بيخرجوا الروح كده بيقولوا له مالك متضايق ليه، زعلان ليه، السلام عليكم، اطمئن، ابشر. وبرضك القسم ده: الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا سلام، يا الله، ده أنا لما بكون عيان ويخش علي دكتور أو ممرضة استبشارها حلو وكلامها طيب، أقول أنا خفيت من دخلتهم علي. شوف ما شاء الله وشه زي القمر ازاي، وداخل يقول لي ما تخافش، العملية سهلة وحاجة بسيطة جدا، وانت ان شاء الله هتقوم زي الجمل، وكلام طيب تقول انا خفيت. فتخيل بقى ان ملائكة الرحمن هي اللي بتقول لك الكلام ده، لا بيعرفوا يكذبوا ولا يعرفوا يزيفوا ولا ينافقوا، لانهم مأمورون بهذا، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاخبار الميت ده ايه؟ مش عايز يضحك، مش عايز وشه كده يبقى زي طبق الورد، مش عايز الدنيا كلها عنده شعره، مش عايزه يحب الموت. طب وصاحبنا التاني اسمع ربنا قال عنه ايه: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. سلم سلم يا رب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا أخي، ده أنت لما بتكون متهم في قضية ويقولوا لك الآن من إيه؟ ده القاضي اللي انت نازل قدامه قاضي طيب جدا وابن حلال وراجل بيسمع، بيبقى عندك تفاؤل وامل. ولو انت حتى بريء وقالوا لك انت ربنا يستر عليك، انت نازل قدام قاضي ربنا يستر ما بيسمعش لحد اكتر من دقيقتين، بيتبدد معاك الامل رغم ان انت واثق ان انت بريء. فما بالك بقى الملائكة، فريق بيقول لك اهلا وسهلا ومرحبا، وفريق تاني بيديك على وشك.
اللحظات دي الروحين بيخرجوا، روح العبد الطائع وروح العبد العاصي أو الفاجر أو الكافر. لكن روح العبد الطائع لما بتخرج تخرج كأطيب ريح. الله أكبر، مش كده وبس، ده بتفتح لها أبواب السماء حتى تصل الروح إلى الله سبحانه وتعالى. لفين؟ لله. أيوة، الروح تطلع كده في موكب من نور، في زفة طلع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يقول للملائكة ردوها إلى عبدي فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. وفي رواية تانية إن روح المؤمن لما بتصعد إلى الله بتكون طائر يطير بين أشجار الجنة. تخيل روح بتفتح لها أبواب السماء طالعة بزفة ربنا، وروح تانية أعزكم الله تغلق دونها أبواب السماء وتقذف وتطرح طرحا إلى الأرض. العبد المؤمن الملائكة اللي هم مساعدين ملك الموت أو الأعوان بيخشوا على العبد المؤمن في أجمل منظر، بيض الوجوه كأن الشمس في وجوههم. وبعدين يا عم أحمد، جبتولي كفن ولا ما جبتوليش؟ أخبار الكفن إيه؟ جبتوا كفن كويس يليق بيا؟ ده انا الشيخ محمد ابو بكر، يعني ما ينفعش مش اي كفن. الحقيقه لنا ولا انت محتاجين الاكفان دي اشكال، الكفن اللي بيجيبه لنا ده شكل عشان يسترنا في الدنيا. لكن في الاثناء دي الملائكه، يا عبد يا طائع يا اللي انت احبيت ربنا وابتعدت عن الحرام، الملائكة في التوقيت ده اللي هم بيض الوجوه كأن الشمس في وجوههم يدخلوا عليك ومعاهم كفن من أكفان الجنة. تخيل جاي لك كفن منين؟ من الجنة. ومش كده وبس، ومش مسك بقى ولا مية ورد ولا خمس خمسات ونختلف فيها كحول ولا ما فيهاش، لا، وحنوط من حنوط الجنة، يعني كمان الريحة جاية من ريحة الجنة. وبعدين بعد ما يهيئوك خالص وتبقى الروح تبلغ الحلقوم، فملك الموت يقعد جنبك كده عند رأسك بلين وبلطف، واسمع بقى الكلام الجميل، ويا هنايا سعد اللي يسمع ملك الموت وهو بيقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. يا سلام، في التوقيت ده الملائكة كلها زي ما قال القرآن: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أراد الله قبض روح المؤمن أوحى إلى ملك الموت. اسمع الحتة دي كويس أوي، لما ربنا بيحب ويريد قبض روح العبد المؤمن فيوحي إلى ملك الموت يقول له إيه؟ أقرئه مني السلام. يا سلام، إيه الجمال ده؟ ملك الموت يخش عليه يقول لك: يا فلان ربنا بيقرئك السلام. تخيل، فإذا جاء ملك الموت يقبض روحه قال: ربك يقرئك السلام. يا هنايا سعد اللي يسمع السلام من ربنا عند الموت، طبعا كلنا نفسنا نسمعه في الحياة، ولكن أهل الحياة لهم درجات، مش إحنا بقى، إحنا محتاجين نشتغل جامد قوي. لا 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 لا، ده لو أنت نفسك فلازم تخلي ستك خديجة قدامك، ستك خديجة الذي نزل جبريل على الأمين الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك: أقرئ خديجة من الله السلام. شفتوا العظمة؟ بس خد بالك وخدي بالك إن الكلام ده ما جاش عند السيدة خديجة من فراغ. السيدة خديجة كانت لا تعرف الشكاية إلا لله،
لما مات ابنها القاسم وموت الولد شدة وألم وصدمة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي: ما يبكيك يا خديجة؟ قالت: حنت لبينة القاسم يا رسول الله، زي ما الستات يقولوا دلوقتي يعني الصدر حن. فسيدنا جبريل نزل على الحبيب وقال له: إن الله أوكل بالقاسم مرضعة ترضعه في الجنة، لو شاءت خديجة أن تراه لكشف لها الحجب حتى تراه. حط نفسك مكان السيدة خديجة وانت قدامك العرض ده، ربنا بيقول لك أوكل بالقاسم مرضعة ترضعه في الجنة، لو عايزة تشوفيه من عندي قبل العندي يكشف لك الحجب. فالسيدة خديجة ما قالتش: اه ورينا اطمن عليه، لا، قالت: لا، بل صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أروح بسرعة بقى، بما إننا في حالة الوفاة، الإنسان المفروض ما ينامش ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة إلا لما تكون الوصية بتاعته مكتوبة ومحطوطة ومشهد عليها وموثقة بالطرق القانونية والشرعية. وأنا عارف إن الكلام ده مش هيلقى قبول لبعض الناس، وبعض الناس بيعتبر هذا من الفأل السيء، ويقول لك: يا شيخ بشر ولا تنفره، ويا شيخ الله يصلح عنه حالك، إيه الكلام ده؟ أقول لك والله الكلام في غاية السهولة واليسر. عارف ليه؟ لأن إحنا كلنا عارفين إن إحنا هنموت شئنا أم أبينا. وحتى لما تيجي النهاردة تقول لي واحد: ربنا يطول في عمرك أو يبارك في عمرك، نقول لك: أسفين، الكلام ده مش عندنا في الدين، مش في دين ربنا سبحانه وتعالى. لأن طول العمر لا ورد في القرآن ولا في السنة، والدليل على كده ربنا قال في القرآن كده: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش لحد بطول العمر، إنما دعا بالبركة في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في العمر. طيب، والبركة في العمر ده معناها عظيم جدا، خلي بالك. فالإنسان قد يعيش 80-90 سنة وملوش لازمة، ملوش أثر، وممكن يعيش 30 سنة لكن يترك أثرا عظيما. وتستغربوا لما تسمعوا عن الإمام النووي صاحب شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ما سابش علم إلا وألف فيه وصنف وكتب ودون وعلم وتعلم. الإمام النووي لما تيجي تراجع سيرته كده تلاقي الإمام النووي مات وعنده 34 سنة. احسب بقى الصفحات اللي كتبها كل الإمام النووي وقسمها على أيامه، وقول لنا لحق يعمل ده كله إزاي. علشان كده مهم تفهم ان اليوم اللي بيعدي منك بيقربك من القبر. الناس بتعمل تورته لعيد الميلاد كبيره قوي، ومش فاهمين ان السنه دي اللي مضت من العمر اقتربت انت منها من القبر. والمرء يفرح بالايام يقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الاجل. وعشان كده الحسن البصري رحمه الله عليه ورضي الله عنه كان يقول: يا ابن ادم، طأ الأرض بكلتا قدميك، دوس على الأرض برجلك كلها ودوس بحنية، فإنها عن قريب سوف تصير قبرك، واعلم أنك في مقدم عمرك منذ ولدتك أمك. يعني أنت ماشي للقبر منذ أن ولدت، فإذا ذهب بعضك فاعلم أنه قد ذهب كلك. الأيام دي بعض منك، فلما هتمشي يبقى أنت كلك هتمشي. خدوا بالك وخدوا بالكم كويس قوي، إن أنت ما قدامكش إلا طريقين: إما أن تكون من أهل الطاعة أو من أهل المعصية. لو أنت من أهل الطاعة فاحذر قبل الفاصل كده إن أنت توصي بالأربع حاجات دول: احذر قطيعة الرحم، واحذر إن أنت توصي بمحرم، واحذر إن أنت توصي باسم، واحذر ان انت توصي بظلم. خد بالك من الكلام ده كويس قوي، لان للاسف
اللي وراك انت ما علمتهمش دين الا ما رحم ربي، واللي وراك كل واحد بيزعق وبيعلي صوته وبيفتح صدره وفاكر انها فتوانه. ابوي قال، امي قالت، يا ابني ابويا دي وصيته وانت مسكين. الملائكه تنغزك في جنبك كده علشان انت لا وصيت بمعروف ولا حتى علمت في معروف. احنا لسه بنتكلم في الوصية، وعلشان ما تغلطوش غلطات شنيعة فظيعة تحاسبون عليها وأنتم بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نذهب لفاصل نصلي فيه ونسلم ونكسر من الصلاة والتسليم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا اليوم معروضة على حضرته، ونردد جميعا شعار لقائنا في كل وقت وحين: جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، ثم نعود لنتمم الكلام، فتابعونا ولا تفارقونا. فبشر عبادي فإني قريب، فبشر عبادي فإني قريب. فبشر عبادي فإني قريب. عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته، فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. أحمد أخويا ابن أمي وأبويا، وأنا موصي ما أخشش عليها ساعة الموت. وإبراهيم ابني اللي هو من صلبي فلذة كبدي، وانا موصي ان هو ما يخشش عليا ساعه الموت. وبهي اختي اللي هي زعلانه مني ومختلفين مع بعض بسبب ولادها، وانا موصي ان هي ما تخشش عليا ساعه الموت. كل الكلام ده رجاء لو انت بتسمعني دلوقتي، بص لعيالك وقول لهم كل الكلام اللي فات نسفته نسف، كل الكلام اللي فات أنا بريء منه ما دام يخالف الدين والسنة. عارف ليه؟ لأن مشكلة ولادك المساكين اللي حواليك دول فاكرين إن هم بيحبوك، فاكرين إن هم بيحبوك. حط تحت كلمة بيحبوك دي مليار خط. وبعدين لما يجي حضرتك تحضرك الوفاة يقفوا: لا أبويا مانع. يا ابني دي قطيعة رحم، يا ابني ده انت بتشيل ابوك وامك الطين في القبر وانت مش داريان. يقول لك: لا اخالف وصيته. يا ابني الله يهديك، لو بتحبه خالفها. يا ابني ده وصى كده بقطيعة رحم، فانك لا تسمع الموتى ولا حياة لمن تنادي. طيب كمان بقى هوصيك بحاجة تانية، لو انت بتحضر غسل ميت او تكفين ميت، دور على الناس اللي ظلمهم الميت. أذكر في مرة كنت بغسل حد وكان قريبا مني، وكنت أعلم أنه ظلم زوجته حين طلقها ولم يعطيها حقها. ورأينا على الغسل ما لم يحمد، على الرغم من أننا كنا نعرف أنه من أهل الصلاح. فنزلت على ودن ابنه كده وسألته: فين أمك؟ فقال لي: موجودة. قلت: طيب حضرها عشان عايزها. وبالفعل كفنا الراجل ومرضناش نقفل الكفن خالص، والجميع يتعجب من شكل وشه رغم ان احنا عارفين صلاحه. ورحت للأم اللي هي كانت زوجته وقلت لها: شوفي، الآن هو بين يدي ملك عادل يفصل في قضيتك التي ظلمك فيها، وهو الآن بين يدي الله، شئت أم أبيت، ولك الأمرين ولا تسريب عليك، ولكن انظري إلى لحظة من لحظات طيب العيش. وفضلت أكلمها، وربنا اداني يعني من الكلام ما يرقق قلبها. ودخلت ونظرت إلي وقالت: أشهد الله بشهادة الحاضرين أني قد عفوت عنك وأني قد سامحتك.
وأني قد غفرت ما بيني وبينك. أقسم بالله ولعل بعضهم يتابعون ويعرفون، رأينا الوجه قد انفرج عن ابتسامة كأنه ينتظر تلك الكلمات. بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأن الميت في اللحظة دي بتعرض عليه كل الأعمال. بقول لكم ليه الكلام ده؟ لأن الميت في اللحظة دي بيعرض عليه كل شريط حياته. فبلاش توصي بمعروف، بلاش توصي بقطيعة رحم، بلاش توصي باسم، بلاش توصي بحاجة فيها مخالفة للدين ولا مخالفة للشرع. دي الوصايا العامة. وبالمناسبة من جملة الوصايا العامة أقول لهم أنا بريء مما برئ منه رسول الله. لا عايز واحدة تخرج ورايا، ولا عايز واحدة تصوت، ولا واحدة تقول يا بعلي ولا يا غنمي ولا يا جملي. خليكم في بيوتكم الله يرضيكم، واللي يحبني يدعيني الدعوة الصالحة. وبالمرة برضك بما إن الشيء بالشيء يذكر، قول لهم الله يستركم، اللي عايز يبقشش يبقى يبقشش من جيبه وأنا بريء منه. أنا لا عايز صوان عرضه 80 متر وطوله 3 كيلو، ولا عايزه في دار مناسبات مش عارف ايه، ولا تجيبوا لي القارئ الفلاني ولا القارئ الفلاني، لان كل ده مش هينفع. كل دي فشخره لاهل الدنيا، كل دي عشان سيادتك تقف بس ويقول لك وقد استقبل العزاء سيادته بحضور الفنان فلان ولا المخرج فلان. كلام فاضي. لو بتحب الميت طلع الكلام ده صدقه على روحه لو انت بتحبه، لكن الكلام ده كله فشخرة ملوش لازمة عند ربنا سبحانه وتعالى. دي الأمور العامة اللي بكلمك عليها، دي الأمور الإيه؟ العامة. ما تنساش برضك توصي مين يغسلك ومين يكفنك ومين يصلي عليك لو الإمام الراتب مش موجود، ومين يدفنك. بس الله يسترك، الموضوع مش محتاج أنعرة ولا عصبية ولا فتحة صدر، محتاج فقه. وأقول لك ليه محتاج فقه بعد شوية بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. دي الأمور العامة. نروح للأمور التخصصية اللي تزعل الناس مني. ووالله أنا بقول لك الكلام ده حسبة لله سبحانه وتعالى، بقول لك الكلام ده عشان خايف عليك من ربنا سبحانه وتعالى، بقول لك الكلام ده بدون تمييع وبدون تزويق وبدون تجميل. للأسف أنا هنا بعمل العمليات الجراحية الصعبة، مش بنسب لنفسي فضل، لكن لا، أنا بتحمل على إن فلان يقول علي متشدد، وفلان يقول علي متعصب، وفلان يقول علي متزمت، وفلان يقول علي إرهابي، وفلان يقول علي جاهل، علشان يوم القيامة أقول له يا رب أنا بلغتهم كلمة الحق، هم ما قبلوهاش لقصتهم. ركز كده كويس قوي. وأقول لكم على حاجة على ملأ الناس، أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله، وأبويا بيشاهد هذه الحلقة، ما من أشهر قلائل تمر على أبويا إلا وعايز يديني فلوس. وتدور الخناقة اللي بيني وبينه إن مت ميراث، فأبويا يزعل قوي، ربنا يديله العمر والصحة ويجعل يومي أنا قبل يومه. فيقول لي ميراث إيه؟ هو مين إداني حاجة؟ ده أنت اللي بتدي. أنا ماليش دعوة، لو حطيت دماغ، والكلام ده سنوات مش مرة ولا اتنين والله ولا تلاتة، ويغضب مني ويخاصمني ويسيب بيتي ويمشي الساعة 2 بالليل وينزل، وحد الله بيني وبينك وكلام كتير قوي. لحد آخر مرة خالص كان شايل معايا فلوس أقسم بالله، وبعدين لقاني بقول على المرأة التي كانت تعجن العجين فبلغها وفاة زوجها فرفعت يدها وقالت مال صار لنا فيه شركاء، فاتصل بي وقال لي هات بقى فلوسي أنا أفرقها على حياة عيني، بقى مالكش دعوة أنت بقى لما راس بلا بتاع. هو حر. لكن أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان محدش هينقذك من ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أفرح حاجة عليا أن أنت تكتب لي شقة يابا تمليك، اكتبها لي على حياة عينك يابا، الله يسترك يابا. وابويا لما يكتب لي شقه على حياه عينه تمليك دلوقتي بيع وشراء في المحكمه، ويروح يعمل صحه توقيع ويسجلها لي في الشهر العقاري، وهيروح لشيخ برضك والله، وهيروح لشيخ شيخي واستاذي وتراب جزمته فوق راسي، الشيخ هيقول له الكلام، بس هيقول له الكلام معلش اللي هو ابويا ما يفهموش. عارف هيقول له ايه؟ هيقول له عم بكر انت ما عليكش حاجه،
ده تصرف في مالك حال حياتك وهو صحيح. فاهمين؟ ده اللي بيتقال لكم. الشيخ بيقول كده وده صح مش غلط، خلي بالك. أنا ما بقولكش المشايخ غلطانة ولا بتزور دين ربنا، لا. لكن أنا عايز أقول لك أقف. أنا حر. أنا صاحب البرنامج ده. أكسر المج ده. أقطم الألم ده، أنا حر. لكن أنت خد بالك كده كويس قوي. المج ده لما أكسره والقناة مش هتحاسبني، محدش يسألني. محدش يقول أنت كسرته ليه؟ أنا حر يا عم. ربنا يوم القيامة هيسألني كسرته ليه؟ افترى على نعمتي ولا غرور بالقوة اللي أنا اديتها لك، ولا عايز تبين للناس قوة الكرسي اللي أنت قاعد عليه والآلة الإعلامية اللي أنت بتتكلم فيها؟ هيسألني. كذلك حبيبي أنت، وأنت مبروك البيت اللي كتبتيه لابنك يا حجة، ومبروك الولاد اللي أنت ما اديتهمش. خلاص فعلك صحيح، محدش يقدر يطعن عليه لا شرع ولا دين. على راسي ما اقدرش اتكلم، لكن انت رحل ربنا، فربنا هيسألك وهيسألك ليه؟ عشان خاطر ايه؟ ابقى اضحك على ربنا بقى، ابقى اقول له اصل الواد ما بيخدمنيش، اصل البيت ما بتطبخ لي. انسى الكلام ده، انت عبد وانت امه، ما انتوش آلهة عشان توزعوا مال ربنا حال حياتكم بمزاجكم. واحنا علشان نفوسنا ناقصة مريضة، عايزين نتشفى في الناس دلوقتي. كل واحد ربنا مديله سلطة عايز يذبح رقاب اللي تحتيه، حتى انت وانا اللي بنقول على نفسنا مطحونين ومقهورين ومستعبدين. اول ما ربنا بيديك شوية فلوس بتبدأ تشوف عيالك. انت طائع، بتبوس ايدي ورجلي كل يوم، وبتجيب مراتك تديني التقرير يومي، هكتب لك فيلا. وانت لا انت ايه، فاكر نفسك بقيت راجل وبتاخد قرارك من نفسك؟ انت محروم. قبل البريك وربنا هادي السيد احمد النهارده ما بيقولش الا بريك، مع اني مش عارف يعني ايه بريك، ماشي. فسيدنا النعمان بن بشير، عباية احمد ساكت، سيدنا النعمان بن بشير رضوان الله عليه وارضاه، صحابي من صحابه سيدنا النبي احمد يا داغر. ابوه بقى، أبو النعمان بن بشير ده، كتب حديقة جميلة للنعمان وسجلها كده هدية. يا عم أحمد أنت مالك؟ وراح لمراته قال لها إيه رأيك؟ أنا كتبت للنعمان ابنك هدية، خد العقد أهو. قالت له معلش مش هقبل العقد حتى يشهد عليه رسول الله. حاضر، اروح اشاهد النبي يعني. هي ايه معضلة يعني؟ النبي ايش؟ فراح لسيدنا النبي ما تصلوا عليه وحكى له اللي حصل. النبي قال له هات القلم امضيه. قال له استنى، اكل ولدك نحلت يعني اعطيت ما نحلت؟ كل عيل من عيالك نعمان اديته زيه؟ قال له اصلا حاجه بيني وبينه، حاجه خصوص سبيشال على جنب. قال له بقول لك كل واحد من عيالك اديته زي ما اديته. فيا رسول الله دي حاجه خصوصي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في روايه قال له ايه؟ لا اشهد على شيء، مش هشهد على حاجه. في روايه تانية قال فسووا بينهم في العطيه، لو عايز تدي تشاهدني ادي كله زي بعضه. في روايه تالته قال له فاني لا اشهد على جور، يعني على ظلم. طب يا عم الشيخ ده تزمت. نروح لسيدنا الصديق أبو بكر الصديق، كان ملياردير. فسيدنا أبو بكر كان بيحب ستنا عائشة قوي 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 قوي، فادها حتة كده في الغابة 20 وسق من ماله الخاص، حاجة خصوصي كده. وبعدين أبو بكر حضرته الوفاة، فافتكر الإيه؟ حتة الخصوص اللي مديها لمين؟ لستك عائشة. فاسمع يقول لها إيه؟ والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك. والله يا بنت أنا ما أحبش حد يبقى أغنى مني بعد نفسي إلا أنت، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. وبرضك عمري ما أتمنى لحد ما يفتقرش بعد نفسي إلا أنت،
وإني كنت نحلتك، يعني أعطيتك 20 وسقا، اديتك حتة كده 20 نخلة مثلا، فلو كنت جددتيه واحترستيه كان لك، يعني لو كنت بعتيه وتصرفت فيه كان ماشي خلاص، كنت هدفع تمن انا من جيبي. وانما هو اليوم، ده ابو بكر بيموت، مال وارث مش بتاعنا، وانما هما اخواك واختاك. فالسيدة عائشة قالت له استنى، اخويا واختاني مين؟ فاقتسموه على كتاب الله. قالت له استنى بس، انا عارف ماشي خلاص يا ابتي. ستنا عائشة عشان نفسها سليمة، عشان مش بتاع الدنيا، عشان مش هات انكش يلا، لا 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 اسمع. قالت له والله يا ابي لو كان كذا وكذا لتركته، مش ده اللي هيريحك في تربتك، مش ده اللي هيريحك قدام ربنا سبحانه وتعالى. بس استنى انا عندي حاجة اهم، انت بتقول اخواك واختاك، انا عارف الاخوين وماليش الا اخت واحدة اللي هي اسماء، امال مين التانية؟ وكانت زوجة أبو بكر حاملا، فأبو بكر أدرك بولاية من الله أن التي حملت به أو تحمل به زوجها زوجته هي جارية. فعشان كده أبو بكر قال لها إنما هما أختاك وأخواك أو أخواك وأختاك. فعشان كده العبرة مش في الفلوس، العبرة مش في الفلوس أبدا والله. أنت هتروح لربنا سبحانه وتعالى وهتسيبهم، اللي اديته انت دونا عن اخواته هيصرف الفلوس وقد لا يترحم عليك، وممكن اللي انت سبته من غير ولا جنيه هو ده اللي يشيلك. وآية لازم ترعبك في كتاب ربنا عشان اطلع فاصل، اسمع كده. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا الله، أشد شيء إن مالك يبقى السلاح اللي هتضرب بيه. أسيبهم أغنياء يا عم الشيخ، مالكش دعوة بالغنى والفقر، لأنه مش بإيدي ولا بإيدك ولا بالفلوس اللي هتسيبها لهم ولا بعدم الرصيد اللي هتسيبه، إنما الغنى والفقر بيد الله. وعشان كده ربنا في آية في القرآن كده قالها جميلة قوي، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تعالوا نذهب إلى فاصل نصلي فيه ونسلم على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكسر فإن صلاتنا معروضة اليوم على حضرته، ونكسر من قولنا جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، ثم نعود لنتمم الكلام، فتابعونا ولا تفارقونا. فبشر عبادي فإني قريب، فبشر عبادي فإني قريب. فبشر عبادي فإني قريب. عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته، فيا من رجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة. يبقى ما فيش وصية لوارث، ما فيش حاجة تتكتب لواحد هيورث، ما فيش حاجة اسمها هدية، ما فيش حاجة اسمها هبة، لأن هبة ماتت الله يرحمها ويحسن إليك، ما فيش الكلام الفاضي ده كله اللي بنلتف بيه على دين ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها وزع ميراثي حال حياتي وعلى حياة عيني، الكلام ده كله سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. خلاص. بالمناسبة، بما أننا بنتكلم بردك على الوصية، أبويا مات ووصى أنه يدفن في أسوان. طب إيه رأيك ما تروح تدفنه في أسوان النهاردة؟ أسوان مين النهاردة يا عم الحاج؟ أنت مش شايف الحرارة ولا إيه؟ وبعدين مات بالليل، ده لو استنين قبل ما نوديه لأسوان يضرب. فدفناه في تراب المغربلين ولا في سيدة عائشة ولا في أكتوبر. يقولك لا، الدنيا تقعد وتقوم، ويقولك لازم نخرج أبويا وديه مكانه. يا حبيبي، الوصية تنفذ في حدود المستطاع. في حدود الإيه؟ المستطاع.
في حدود اللي انت تملكه، ما ملكتش خلاص، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ولادك بقى اغنياء فقراء مش بتوعك. في عجاله ابو جعفر المنصور رضوان الله عليه وارضاه تولى اماره المؤمنين، فدخل مقاتل ابن سليمان وكان احد التابعين الكبار، فقاعدين حوالين ابو جعفر المنصور بعد ما تولى اماره المؤمنين، جماعه الهيصه الهجيصه البطانه الفاسده. فاول ما شافوا مقاتل ابن سليمان داخل على ابو جعفر المنصور، وشهم اتغير وقالوا ايه؟ جاء من يغير جلستكم، جه اللي هيعكر مزاجكم ويقلب الليله يعني. فلما دخل مقاتل على ابو جعفر القى عليه السلام، فقال اعظنا يا مقاتل اعظني. قال يرحم الله امير المؤمنين، أأعظه بما رايت ام بما سمعت؟ يحب ايه؟ يحب اللي شفته ولا اللي سمعته؟ قال له لا، بما رايت، فان الرؤيا ابلغ من السماع. قال يا امير المؤمنين، اسمع الكلام ده كويس قوي علشان تفكر مليار مره قبل ما تسيب لعيالك جنيه من حلال او من حرام. ان عمر بن عبد العزيز انجب 11 ولدا. عمر بن عبد العزيز خلف 11 ولد وترك 18 دينارا، وساب 18 دينار ذهب، كفن بخمسة واشتري له قبر بأربعة يعني تسعة، ووزع الباقي على أبنائه. ابقى عد بقى كل واحد ياخد قد ايه عشان انا كنت ادبي. خلاص. وهشام بن عبد الملك انجب 11 ولدا وكان ليه اربع نسوان، كان متجوز اربعه، فاحنا عندنا اللي متجوز اربعه بياخدوا ايه؟ ياخدوا التمن كلهم. فكان السمن للواحده، التمن بتاع الواحده اللي هو واحد على ثمانيه، من واحد على ثمانيه، خلي بالك قد ايه بقى؟ 100,000 دينار من الذهب. يبقوا حسبوها، يبقى الواد واخد كام؟ لما تمن التمن ده، امال الواد هيبقى واخد كام؟ ووالله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يقف على باب المسجد يمد يده ليسأل الناس فين الفلوس راحت هنا وفين الفلوس اتدمرت هنا. ما تسألش عن الفلوس. علشان كده لو عايز توصل نفسك انت بقى لنفسك، للصالحين، للفقراء، للمساكين، بس في أماكن موثوق فيها، مش أماكن النظر والإعلانات والدعايات، فالثلث بس. الثلث ده لا ليه دعوة بمراتك ولا ليه دعوة بعيالك ولا ليه دعوة بحد، خد بالك. وعلشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية. لو عايز تدي، تدي كله زي بعضه. لو هتدي عطاء مش هتدي ميراث، لأن الميراث له حكم حكم به الله سبحانه وتعالى لما انت تموت، ما ينفعش توزعه حال حياتك، ما يبقاش اسمه ميراث. وسيدنا النبي يا اخوانا اللي في الصعيد اللي لسه الى الان ما بتورثوش البنات يقول فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. ده في العطيه والهبه، فما بالكم بالميراث اللي بتاكلوه في بطونكم، وانا لله وانا اليه راجعون. علشان كده حبيت احذرك من ربنا قبل فوات الاوان. الوصيه لازم تبقى باينة ومحددة ومعلومة للجميع وما فيهاش حاجة سر. احنا لسه في ملف هنكمل نتغسل ازاي ونتكفن ازاي، ملف كبير قوي. والحمد لله النهاردة ما جاش اتصالات. ده الخط واقع. طب كويس، ده انا بحسب تفضلا وتكرما منهم، يعني بحسبهم كده، فكويس الحمد لله ان ما جاش اتصالات. الحمد لله. أو أحمد وقع الخط، أنا من ودن أنا خالص الحمد لله. فنرجع نقول، نختم ونقول كل إنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى محاسب على أفعاله، فأعدوا للسؤال جوابا. ارفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى وقل إلهي لم يكن ما كان مني استهانة بحقك ولا جهلا بك ولا إنكارا لاطلاعك ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور
والنفس الأمارة بالسوء، وبسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلا للاعتصام بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. فاللهم احجب عنا كل سوء ومكروه، وارزقنا التوفيق لطاعتك، وقنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وقدر لنا ما تختاره لنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أترككم في معية الله وأمنه، وربك دوما يقول: لا تخف ولا تحزن، فإني بك رحيم ومنك قريب. فما ظنكم برب العالمين؟ لا تظن بربك إلا قل ما هو خير وجميل. في معية الله وأمنه أترككم حتى ألقاكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدد يا حبيبي يا رحمة وسلام، مدد يا حبيبي يا ماحي الظلام، مدد يا حبيبي يا رحمة وسلام، مدد يا حبيبي يا ماحي الظلام، مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم، فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاه لكل الذي للنبي سعى، أجيب الذي قد أتى يسأله، فبشر عبادي فإني قريب، فبشر عبادي فإني قريب، فبشر عبادي فإني قريب. هذا البرنامج برعاية